بس لان معانا طبعا لقاء مع المهندس محمود طاهر مع زميلنا امير هشام. اتفضل امير. اقول لك ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي قادرين ان هم يعوضوا في مصر. معايا في هذه اللحظات المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. باشمهندس يعني هارد لك على النتيجه النهارده، لكن ان شاء الله احنا قادرين ان احنا نعوض في مصر. طبعا ما فيش شك المباراه كانت قويه جدا في اجواء طبعا جماهيريه شديده. الجمهور كان ليه دور كويس قوي مع الفرقه. ان شاء الله بنتمنى جمهورنا في مصر زي ما وعدته وزي ما هو معودنا هيقف جنب فرقته، واعتقد ان هي نتيجه من السهل تعوضها. الكوره في ملعبنا دلوقتي، بنبارك للنجم الساحلي، قدم مباراه قويه، انما ان شاء الله اعتقد ان احنا قادرين على التعويض، والتعويض كويس باذن الله في مصر. عذره المهندس محمود طاهر لفريق النادي الاهلي سواء في مباراه الترجي او مباراه النجم الساحلي اكيد كان شيء مهم جدا مجلس الاداره وبتحديد رئيس مجلس الاداره. لا، احنا دايما واقفين ورا فرقتنا ودايما بنعمل كل اللي ممكن لتسهيل عملهم، والتركيزهم الشديد جدا، وبنوفر لهم كل الامكانيات اللي بيطلبوها، واعتقد ان هم ما بيقصروش. النهارده يعني بعض الاخطاء الصغيره هي اللي ادت الى هذه النتيجه، انما انا بعتقد ان شاء الله في مصر قادرين على التعويض. مباراه العوده مباراه مصريه، هل هيبقى في محاوله لزياده عدد الجماهير؟ زياده عدد الجماهير احنا مقدمين بالتاكيد عاملين طالبين 60,000، وان شاء الله بناخد موافقه الامن عليها اول ما يرجع مصر نشتغل عليها. عندنا وقت، عندنا 3 اسابيع باذن الله هنقدر نظبط الدنيا. لعبة النادي الاهلي اول ما نروح له؟ لا، هارد لك. ما حدش فيهم اثر، كان هناك بعض الاخطاء طبعا الفنيه دي ما بنتكلمش فيها، انما هطالبهم بمزيد بقى من المجهود ومزيد من الجهد الشديد جدا في مباراه العوده ان شاء الله، عشان نقدر نعوض ونتاهل للنهائي باذن الله. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. اكيد كان لقاء مهم، لكن هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي. خساره النهارده، لكن لسه المشوار ما انتهاش، لسه فريق النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يعوض هذه الهزيمه في مصر. احنا محتاجين هدف ان شاء الله من خلاله نوصل للدور النهائي من هذه البطوله. عوده للاستوديو طبعا الباشمهندس محمود